ولا ضرار قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أيضا تمنع الشريعة مقابلة الضرر بالضرر مقابلة الضرر بالضرر فمهما وقع الضرر فإن الشريعة تعالجه معالجة شرعية معقولة مصلحية معتبره لا فيها عدوان ولا تجاوز بل نظر من الشارع لرفع هذا الضرر ودفعه باعتبارات معينه لا يكون فيها تعد ولا تجاوز فان التعدي والتجاوز ظلم ولهذا قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم الشريعة تحث على الصبر والحلم والعفو والتجاوز عن المخطئ وعدم مقابلة حتى العقوبة بالعقوبة فقال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمنعت الشريعه التجاوز والظلم والتعدي وعالجت الضرر الذي يقع باسلوب معتبر شرعا يرفع هذا الضرر اما كليا واما جزئيا بحسب الحال المعتبر بحسب الحال المعتبر يرفع ترفع الشريعه الضرر اما كليا وهذا الاصل واما جزئيا بحسب الحال والاعتبار ولكنها لا تاذن بان يقابل الضرر بمزيد عليه لا لا تاذن بان يقابل الضرر باكبر منه ولا باكثر منه وهي تدعو للعفو وللصفح وللتجاوز ولهذا جاء الثناء على العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وجاء قوله جل وعلا ألا تحبون أن يغفر الله لكم